من شبكة أجيال الإذاعية، نشرة أخبار الأسرى مع سماح نصار. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء. نشرت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد صادمة تظهر قيام جنود الاحتلال بالاعتداء الجنسي على أحد المعتقلين الفلسطينيين في معسكر سدي تيمان بصحراء النقب، والذي يعرف باسم غوانتانامو إسرائيل. حسب ما تم تداوله، فإن اللقطات تظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون جنسيا على أسير فلسطيني عبر إدخال أداة ما في فتحة الشرج، وعلى الإثر تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح، بما في ذلك التمزق وكسر في الضلوع وتمزق الأمعاء. أشارت صحيفة هارتس إلى أن 36 معتقلا من قطاع غزة قتلوا في سجن سدي تيمان في صحراء النقب خلال عمليات التعذيب بما فيها الاعتداء الجنسي. القناة أشارت في تقريرها حول حادثة الاغتصاب المصورة في بداية التسجيل، يظهر معتقلون من حماس مستلقون على الأرض وأيديهم مغطاة وأعينهم مغطاة. فجأة شوهدت مجموعة من جنود الاحتلال قوامها 100 جندي وهم يأخذون أحد المعتقلين جانبا. يبدو أنهم على علم بالكاميرات الأمنية، ويبدو أنهم يحاولون إخفاء أفعالهم بالدروع. هذا ما قالته نصا القناة 12 الإسرائيلية. أضافت: تتضمن الصورة توثيقا للجريمة المنسوبة إلى أفراد الاحتياط، وهي فعل اللواط، مشيرة إلى أنه بعد ساعات تم نقل المعتقل وهو ينزف وإصابته وصفت بالمعقدة، فيما كشف التقدير الطبي أن الإصابات ناجمة عن اختراق جسمه بأداة ما. المعتقل الذي يظهر في التوثيق لم يشارك في هجوم 7 أكتوبر حسب ما أكدت القناة 12، ولم يكن من قوات النخبة في حماس، مبينة أنه ضابط في شرطة حماس وكان يعمل في قسم مكافحة المخدرات. لم يتم القبض عليه في بداية الحرب تقول القناة الإسرائيلية، بل في شهر آذار، خلافا لما يزعم، فهو لم يكن نائبا في البرلمان، كان يعمل في جباليا وكان يعيش في المخيم. أثارت هذه المشاهد موجة كبيرة من الاستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم قائلا: انظر إليهم وهم يعملون معا لاغتصابه. قال إسرائيلي: جيش الدفاع مثير للاشمئزاز من المغتصبين والقتل المثليين، وصف آخر هذه الفعلة. هذا ما رصدته تقارير المواقع الإخبارية بما فيها الموقع الإسرائيلي عرب واينت. قالت إنه في أيدي محققي الشرطة العسكرية بعض الأدلة التي تعزز الشكوك في أن مدربي السجون في خدمة الاحتياط ارتكبوا هذا العمل، أي اللواط ضد أسير كان محتجزا لدى جيش الاحتلال. في أخبار هذه النشرة نشير إلى تفاصيل أخرى حول الاعتقالات في سجون الاحتلال واستمرار الاحتلال باحتجاز 86 امرأة فلسطينية. هذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشيرة إلى أن جميعهن في سجن الدامون، وهناك أسيرتان فقط في مركز تحقيق المسكوبية. حملات الاعتقال اليومية متواصلة في محافظات الضفة بما فيها القدس لترفع عدد الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى حوالي 10,000 حالة اعتقال. بهذا مستمعينا تنتهي هذه النشرة الخاصة بأخبار الحركة الأسيرة، قدمناها لحضراتكم من راديو أجيال. تحية الحرية لأسر الحرية، وتحياتي سمح نصار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. We'll be right back.